اندوكراين بنكرياس او العنوان الثاني جلوكوز هوميوستاسيس، جلوكوز هوميوستاسيس او بنقول عليها الاندوكراين بنكرياس. ممكن نضيف عنوان ثالث اللي هو ايه، هرمون الكنترول اوف بلاد جلوكوز ليفل. انترودكتوري كيس، A 55-year-old male reached the Gazi University Hospital outpatient clinic complaining of بيشتكي من ايه؟ drowsiness. ركزوا يا جماعه زي ما انتم متعودين، اي كيس اي فينومينو ممكن افتكر فيه drowsiness. ايه سبب الدراوزنس؟ shallow rapid breathing، بوليوريا، بوليفاجيا، weight loss، tingling and numbness in fingers. فممكن تجي لك حاله زي دي كده وتجيب لك اسئله بسيطه عليها، what is the pathogenesis مثلا of polyphagia in this condition، وحاطط لكم نمط اسئله عليها في الاخر. طيب يبقى واحد عنده 55 سنه بيشتكي من الدراوزنس، شالو رابيد بريثنج، بوليوريا، بوليفاجيا، ويت لوس، تنجلينج اند نمبنس ان ذا فينجر. انفستيجيشنز شود ذات فاستنج بلاد جلوكوز ووز 250 ملي جرام بير دي ليتر، هيموجلوبين كونسنتريشن ووز 15 جرام بير دي ليتر، اند نورمال ليفر اند كيدني ايه كيدني فانكشن. من الواضح من الحاله اللي عنده ديت تعتبر حاله ايه هايبر جلايسيميا، حاله ايه دايابيتس مليت. يبقى في حاجات عايز اطلعها بقى اللي هي الايه اللي بقول عليها الليرنينج اوبجكتيف. ايه اللي المفروض اعرفه من المحاضره ديت؟ اول حاجه عندي ليست هرمونز سيكريتد باي ديفرنت سيلز اوف ايليت اوف لانجرهانز او البنكرياس. تاني حاجه عندي كومبير اند كونتراست بتوين جلوكاجون اند انسولين هرمونز ريجاردنج، اول حاجه عندي فانكشن ثم ريجوليشن اوف سيكريشن ثم منشن تايبس اوف دايابيتس ميليتس واخيرا ديسكاس ذا فيسيولوجيكال بيزس اوف مانيفستيشن اوف دايابيتس ايه ميليتس. اول حاجه في المحاضره انترودكشن، عشان ادخل على موضوع المحاضره لازم كلمتين صغيرين اعرفهم. في حاجه اسمها ايه الرتمه، دي مهمه جدا هتخدمنا طول شغل المحاضره، اللي هي عباره عن ايه، جلوكوز ميتابوليزم اند هرمونال كنترول. هذا البلاد جلوكوز فود انتيك عمل لك ليفل معين من البلاد جلوكوز عندك. البلاد جلوكوز الباثواي بتاعه الميتابوليزم بتاعه هيمشي فين؟ هيروح منه جزء ليفر، جزء ار بي سيز، روح للبرين، روح للمصل، يعمل ايه في الاماكن ديت وبيشتغل ازاي ويكسر ازاي وبيعتمد على انهي هرمونات. لو جينا نشوف هيروح على الليفر، انت خدت جلوكوز، جلوكوز هيروح على الليفر يحصل له ايه؟ انا دلوقتي كميه الجلوكوز كتيره، يبقى انا محتاج استخدم اللي استخدمه واخزن الباقي، يبقى اعمل حاجه اسمها ايه؟ جلايكو جينيسيس. جلايكو جينيسيس جاي من جلايكوجين، جلايكوجين وفي اخرها نيسيس اللي هي ايه؟ جينيسيس اللي هي سينسيس. يبقى جلايكو جينيسيس هيعمل لك حاجه اسمها جلايكوجين. اللي باللون الاخضر تحت ده واضح هو مين؟ الانسولين. يبقى الانسولين اثر مين؟ هيحول لك مين؟ الجلوكوز انتو جلايكوجين. كلام جميل. الجلوكوز تاني هيتحول لحاجه اسمها ايه؟ امينو اسيد، علشان تستخدم في حاجه اسمها البروتين سينثيسيس. وبالتالي الخطوه دي برضك سيميوليتد بحاجه اسمها الانسولين. اما اقول انابوليك هرمون، ركزوا، اما اقول انابوليك هرمون يعني هرمون استيميوليت بروتين سينثيسيس. علشان لو استقلناه كشورت ايسي ولا حاجه يقول لك انيوميريت، مثلا انيوميريت 3 انابوليك هرمونز مثلا and explain the function and the regulation of one of them 4 3 4 5 زي ما يقول. ده ممكن يتسال كشورت ايسي كتجميعه، او ممكن يتسال اورال. يعني ايه انابوليك هرمون؟ عرفنا انه بيزود بروتين سينثيسيس، والمثال اللي بنتكلم عنه النهارده مين؟ الانسولين. زي ما هو واضح لحد دلوقتي الانسولين عمل ايه؟ جلايكوجينيسيس، وعمل ايه؟ بروتين، زود البروتين سنس. طيب الخطوه الثالثه ان الجلوكوز يتحول لايه؟ لفورم ثانيه.
الجليسرول، يعني هيعمل لك حاجه اسمها لايبو لايبوجينيس. الجليسرول يتحول بعد كده لحاجه اسمها تراي اسايل جليسرول. برضك وجود مين؟ الانسولين. يبقى في الرسمه البسيطه اللي قدامي دي وضحت له هو في الليفر اهو ان هذا الانسولين مهم علشان ايه؟ جلايكوجينيس لايبوجينيس وبروتين سينثيسيس. طيب الجلوكوز تاني هيروح فين؟ هيروح على الار بي سي. فاكرين الميتابوليزم بتاع الار بي سي؟ شايفين حاجه بسيطه بنعمل لها انتجريشن، انت خدت سكريتال ماسل، خدت برين، خدت ار بي سي، خدت الليفر، خدت كيدني، ادا انتجريشن اهوت الكلام اللي بنقوله كله. الار بي سي بيحصل حاجه اسمها انيروبيك ايه؟ جلايكوليسيس. في البرين يحصل ايروبيك جلايكوليسيس، في المصل يحصل انيروبيك جلايكوليسيس وايروبيك جلايكوليسيس. النت ريزلت ان الانيروبيك جلايكوليسيس يعمل لك حاجه اسمها لاكتيت. اللاكتيت هيحصل ايه؟ هيتحول لايه؟ لجلوكوز عن طريق حاجه اسمها جلوكونيوجينيسيس. ده ستيميوليتد بايه؟ بالكورتيزون والجلوكاجون. واضح ان اهي جلوكاجون وثلاث اكستنت ايه؟ كورتيزون. طيب يبقى اتكلمت دلوقتي على التشنج اللي هيحصل في الليفر، في الار بي سيز، في البرين، في المسل. طب لو اكسس جلوكوز هو نورمالي البلاد جلوكوز ليفل يبقى قد ايه علشان ينزل الجلوكوز في اليورين؟ ونورمالي في جلوكوز في اليورين؟ ها؟ ايفن نمبتك. في بعض المرضى يقول لك ماينيوت اماونت، لكن الاغلبيه العظمى يقول لك لا ما فيش. طيب امتى ينزل الجلوكوز في اليورين؟ اذا زاد اباف ايه؟ ركزوا يا جماعه، ده بقى الانتجريشن بتدخل امتى حاجه اسمها رينال ثريشولد فور بلاد جلوكوز. يعني البلاد جلوكوز ليفل يعلى يبقى قد ايه علشان يبدا ينزل في اليورين؟ حاجه اسمها رينال ثريشولد فور بلاد جلوكوز. قد ايه؟ 100 وكام؟ هتسالكم نمط سؤال ام سي كيو في الاخر. 100 وايه؟ 160 ل 180، يعني تقريبا 180 ملي جرام ولا جرام؟ ملي جرام بر ايه؟ بر دي سي لتر ولا بر لتر؟ بر دي سي لتر. بصوا هنا بقى الديفينيشنز اللي احنا قلناها. جلايكوليسز تعني ايه؟ ان انا عايز اعمل بريك داون للجلوكوز. في حاجه منها اسمها انيروبيك، دي ديفينيشن انتروداكتوري ايه؟ ديفينيشن. في حاجه اسمها انيروبيك وحاجه اسمها ايروبيك جلايكوليسز. طب الجلايكوجينيسيس، جلايكوجينيسيس تعني ايه؟ ان انا هعمل سينثيسيس للجلايكوجين. منين؟ من الجلوكوز. السايت مين؟ في الليفر والمصل. لكن في ملحوظه مهمه لازم احطها في دماغي، ان المصل اي نعم تصنع جلايكوجين لكن تستخدمه هي لوحدها، يعني ما تعملش ريليز للجلايكوجين انتو جلوكوز عشان يطلع للدم. الوحيد اللي بيطلع الجلايكوجين بتاعه حوالي الجلوكوز ويوديه الدم هو الليفر. يبقى الملحوظه دي مهمه جدا، ان الجلايكوجين ستورد ان ذا ماسل كان اونلي بي يوزد باي ذات ماسل اتسيلف. ها؟ الديتيلز تهمنا دلوقتي، يعني المعلومه دي كنا ممكن تطنش وانت في سنه ثانيه، صح؟ لكن المعلومه دي مهمه جدا. يقول لك دلوقتي كسؤال بسيط ممكن تتساله، السورس اوف بلاد جلوكوز ان بلاد، وات ار ذا سورسز اوف بلاد جلوكوز ان بلاد؟ يبقى الجلوكوز اللي هو الابزوربد. ها؟ ايه ثاني؟ البريك داون اوف جلايكوجين اللي طالع من الليفر ولا المصل؟ الليفر. يبقى المصل مش هتدي ايه جلوكوز للبلاد. وضحت الصوره؟ والري ابورد اللي هو راجع تاني من البلاد اللي في كيدني. كلام جميل. طيب حاجه تانية اسمها جلايكوجينوليس، يبقى انا هكسر الجلايكوجين انتو جلوكوز. وجلوكونيوجينيس دي ديفينيشنز تهمني عشان وانا شغال في المحاضره. جلوكونيوجينيس معناها ايه؟ برودكشن or synthesis of glucose from non-carbohydrate ايه؟ source. السايت بتاعها مين اللي فين؟ في الليفر والرينال كورتكس. السورسز ممكن تكون من ايه؟ من امينو اسيد او لاكتيك اسيد او جليسترول. طب لايبوليسز بريك داون اوف ليبيد انتو ايه؟ فري فاتي اسيد وجليسترول. طب لايبوجينيسز يبقى انا هعمل ايه؟ ليبيد سينس. طب كلمتين هنبص عليهم من الرسمه اللي عندي دي. ما اجي اقول لك دلوقتي ايه الفرق بين اكسوكراين واندوكراين،
ده كلام كله قديم اهو بس مهم جدا. يبقى في حاجة اسمها اكسوكراين، في حاجة اسمها اندوكراين، في حاجة اسمها الباراكراين، في حاجة اسمها الاوتوكراين. الاكسوكراين والاندوكراين واضحين من الرقعة دي بتاعت البنكرياس، اكسوكراين اند اندوكراين بارت اوف ذا بنكرياس. اما اقول لك الجزء ده عبارة عن اكسوكراين بارت اوف ذا بنكرياس والجزء ده عبارة عن اندوكراين بارت اوف ذا بنكرياس، يبقى اكسوكراين يعني جلان وذ ضغط، السكريشن بتفرز من خلال هذه الضغط، صح الكلام؟ السكريشن دي ممكن تكون ايه؟ انزيم مش هرمون، صح ولا لا؟ طيب الثانية بقى الاندوكراين ضغط للجلان، بتطلع السكريشن فين؟ دايركتلي انتو ذا بلاد، بتبقى عبارة عن ايه؟ هرمون. امال بقى الكلمتين التانيين اللي هم الباراكراين والاوتوكراين، يعني ايه باراكراين ويعني ايه اوتوكراين؟ يعني انا عندي خلية اهي وخلية فرحة اهي، لو الخلية ايه طلعت سكريشن اثرت على الخلية دي داول عليها ايه؟ باراكراين، اشتغلت على الفرحة. والمثال اللي هناخده النهاردة شهير جدا، ان انا عندي مين الجلوكاجون بيطلع من انهي خلية في الايلت الفا، يقوم رايح على البيتا سيل بتاع الايلت اوف لانجرهانز ويشتغل ان باراكراين فاشل، تبتدي ام كيو بالصيغه دي، ركزوا، يقول لك الجلوكاجون استيميوليت انسولين سكريشن ان اكسوكراين فاشل باراكراين فاشل اوتوكراين فاشن ولا اندوكراين فاشن، ويجيب لك حاجه نون اوف ذا اباف مثلا، يبقى امباراكراين ايه فاشن، يبقى الجلوكاجون يطلع من الاي سيل او الالفا سيل يروح يشتغل على النيبرنج بيتا سيل امباراكراين فاشن، يزود مين؟ يزود الانسولين سكريشن. طب الاوتوكراين ان ماده تطلع من الايه ديت مثلا وتافكت السيل، افكت ايه؟ ايه سيل برضه، خلاص نقول عليها اوتو، اوتو كراين. كلمتين اللي احنا قلناهم دول جاست ايه؟ انتروداكشن. ندخل في موضوع المحاضره، اول هدف عندنا ايوه ايش تعتبره؟ ده بيطلع منين؟ حد قال من البنكرياس، منين من البنكرياس؟ طيب كلام جميل، بيشتغل ازاي؟ اسمه ايه؟ جي اي تي هرمون. ولو بيعجبني فيكم يا جماعه ان الاسئله دايما بيبقى لها حته اتقال بعد شويه. انا دلوقتي لما اجي اتكلم على الانسولين والجلوكاجون زي ما هنشوف بنتكلم عن شقين اساسيين، الاكشن ثم الريجوليشن، من ضمن الريجوليشن الست اوف جي اي تي هرمون هنتكلم عنها كمان شويه، وهنتكلم الجي اي تي هرمون بتعمل ايه على الانسولين واقول بتشتغل ازاي، وتعمل ايه على الجلوكاجون واقول بتشتغل ازاي. ندخل في اول هدف من الاهداف بتاعت الاندوكراين فانكشن اوف البنكرياس. كنا السنه اللي فاتت السنين اللي فاتت كنا بنقول ايه؟ وبعض المراجع لحد دلوقتي لسه بتكتب كده، خلاص؟ يقول لك ان احنا عندنا ميجر فور تايب اوف سيل، خلاص؟ الكلام الجديد ان بعض المراجع بتقول لك تبقوا خمسه، الكلام الاجدد قال لك انه بقوا سته، خلاص؟ عشان نعرف ان الكلام كل يوم بيتغير. اللي الكل معترف بهم لحد دلوقتي لحد سنه او سنتين فاتوا انهم الاربعه الاولانيين، اللي هو حاجة اسمها الاي سيل او الالفا سيل، دي بتطلع حاجة اسمها الجلوكاجون هوش از كاتابوليك هرمون وهنتكلم عنه ان ديتيل حالا. البيتا سيل او البي سيل بتطلع حاجة اسمها انسولين ابديتد، وده اللي فيه هرمون تاني مهم جدا هنتكلم عنه اسمه الاميلين، ركز عشان ممكن يتسال اميلين. الانسولين از انابوليك هرمون وهنتكلم عنه ان ديتيل، الاميلين هنقول ناس صغيرة عنه قوي. ثم في حاجه اسمها الدلتا سيل، دي بتطلع حاجه اسمها السوماتوستاتين وبتطلع الجسترين. مين السوماتوستاتين؟ وده تسمع كلمه السوماتوستاتين اعرف انه انهبيتري، انهبيتري بقى لمين؟ للالفا سيل والبيتا سيل، والنوع اللي هنقولها عليه حالا اسمه دي 1 سيل. دول اللي هم الناس كلها ثابت عليه. الابديتد بقى قال لك ان في حاجه اسمها الابسلون سيل، مهمه يا جماعه، ابسلون سيل ده بتطلع هرمون اسمه جريلين، اكيد سمعنا عنه. الجريلين ده مينلي المين سايت اوف سكريشن فاندس اوف ذا ستومك،
certain cells in the fundus of the stomach بتطلع هذا الهرمون، وهنتكلم عنه في 200 صغارين حالا. دي 1 سيل قال لك بتطلع لك حاجه اسمها VIB فازو اكتيف انتستينال بيبتايد. البنكرياتيك بوليبيبتيد اللي هي كانت الخليه الرابعه قلنا انها بتطلع بنكرياتيك بوليبيبتيد هرمون، وديت لها اكشن كتير. كان من سنتين ثلاثه كانوا بيقولوا اوف النون فانكشن، السنه اللي فاتت كانوا بيقولوا انه ريجوليشن مينلي للبايكربونات سكريشن، السنه دي زودوا بقى لقوا ان له اكشنز ثانيه على الجاستريك انزايم سكريشن لما لها ستيميليشن، وبينهبت انتستينال موتيليتي وبايل سكريشن. احنا طلب الصوت يا جماعه، فتلاقي كل يوم في حاجات ابديتد بتحصل وحاجات ابديتد لا المفروض اكون عارفها. طيب تو سمرايز عشان لما اجي اقول لك ايه، all of the following are hormones secreted by the pancreas except، يبقى عرفناهم اهو. مين اللي بيطلعوا من البنكرياس؟ سمعنا عن الجلوكاجون، الانسولين، الاميلين، عشان ما تلاقي اسم غريب ممكن يكون حاطط لك الاميلين في وسط الكلام، حاجه اسمها سوماتوستاتين، الجاسترين، واحد يقول لك الجاسترين بيطلع من الاستومك حتى اسمه جاسترين، ما هو مين اللي بيطلع من الاستومك لكن في اماكن ثانيه بيطلع منه، والدليل هنشوفه حالا. بنكرياتك ايه؟ بوليبيبتايد، جريلين هرمون، والفي اي بي. دايما بنقول يا جماعه الحاجه تعرف قيمتها لما تقل او تزيد، ما يحصل فيها ديسوردر، صح ولا لا؟ فرسمه بسيطه عشان تبين لنا ان فعلا الخلايا بتطلع الحاجات اللي لسه قلنا قايلينها دلوقتي. رسمه بسيطه جدا، لو حصل تيومر في الايلت اوف لانجر هاند، رسمه عندكم في روبن، هتلاقي ايه؟ لو حصل تيومر طلعت لك جلوكاجون، يقولوا عليها ايه؟ جلوكاجونوما. تيومر في الايه؟ جلوكاجون سكريتنج سيلز في الايلت اوف لانجر هاند، فالجلوكاجون يزيد. فالشخص ده اللي عنده جلوكاجونوما هيعاني من حاجات معينه هنعرفها ان دي حاله، تلاقي عنده دايابيتس، تلاقي عنده انيميا، وهنعرف ليه حالا عنده انيميا. الشخص ده تلاقي عنده حاجه اسمها لو تيومر ثانيه كانت السوماتوستاتين سكريتنج سيل، يتعمل حاجه اسمها سوماتوستاتينوما. السوماتوستاتينوما احنا قلنا ايه؟ السوماتوستاتين بيعمل انهبيشن لكله، يعني يعمل انهبيشن للانسولين ويعمل انهبيشن للجلوكاجون ويعمل ويعمل ويعمل. اشمعنى بقى اما السوماتوستاتين زاد اثر مين لي على الانسولين؟ لان البروميننت افكت بتاعه الانسولين، مش كده وبس، لان في هرمونات ثانيه بتادي فانكشنز قريبه من مين؟ من الجلوكاجون، صح؟ فبالتالي السوماتوستاتينوما هلاقي معاها ايه؟ دايابيتس، هلاقي معاها حاجه اسمها اكلورهيدريا، وهنفهم حالا. طيب التأكيد ان البنكرياس بايظ برضك بيطلع هرمونات تانية، في حاجة اسمها في اي بوما، جبنا سيرتها قبل كده، في اي بوما لما جبنا قلنا سيرة السكريتوري دايرية، فاكرين يا جماعة؟ الفي اي بوما يعني في تيومر سكريتنج في اي بي، هتلاقي لها بروبلمز كتير جدا، من اشهرها اللي هي السكريتوري دايرية، هتلاقي في حاجة اسمها ايه؟ كلور هايدريا، لانه بيقل كلور هايدريا يعني معناها الايه؟ الاتش سي ال ما بيحصلوش سكريشن او بيفرز ان ماينيوت اماونت. بقى في تيومر ثانيه اسمها جاسترينوما. جاسترينوما مشهوره قوي في مرض بتعمل لك حاجه اسمها زولينجر اليسون سندروم. جاسترينوما تيومر سكريتنج، ممكن تصير ام اس كيو، تيومر سكريتنج جاسترين، فين؟ مكانها فين؟ يقول لك استومك ولا بنكرياس ولا ليفر ولا انتستين، يبقى فين؟ في الايه؟ في البنكرياس. ها نعم، جاسترينوما. بص بص انت قوم كاتب، بص اكتب اسم الهرمون في اخر اوما، اوما تعني تيومر، بناين تيومر، جاسترينوما، جلوكاجونوما، انسولينوما، سوماتوستاتينوما. وضحت الصوره يا جماعه؟ فبالتالي ده اثبات بسيط جدا لان ايه؟ يثبت لي ان فعلا البنكرياس في خلايا تانية غير الاربعه اللي احنا كنا بنتكلم عليهم. نبدا بقى في الاثنين اهم، اثنين لازم اكون عارفهم زي اسمي، اللي هو مين؟ الجلوكاجون والانسولين. في الاثنين يهمني فيهم حاجتين غايه في الاهميه. اول حاجه الفانكشن ثم الريجوليشن. نبدا باول واحد اللي هو الجلوكاجون، من اسمه جلوكاجون، جلوكا ده من جلوكوز، يعني المين اكشن بتاعه على الكربوهيدرات. جلوكاجون اول حاجه اقولها هو عباره عن ايه؟
عبارة عن بولي بيبتيد هرمون. بيرفع ولا بيقلل البلد جلوكوز ليفل؟ بيرفع البلد جلوكوز ليفل. بيطلع من انهي سيل من الايلت اوف لانجرهام؟ من الالفا سيل اوف ايلت اوف لانجرهام. طيب الاكشنز بتاعته اي هرمون في الدنيا زي ما احنا متفقين قبل كده، اول حاجه فكر فيها الميتابوليك اكشنز، ثم الاذر فانكشنز بعد كده. الميتابوليك اكشنز وانا بتكلم على الجلوكاجون في حاجه اسمها جنرال ميتابوليزم، يعني افكت مثلا البيزل ميتابوليك ريت، بيزود البيزل ميتابوليك ريت ولا بيقلله؟ بيزود البيزل ميتابوليك ريت. طيب على النيوتريشنال ميتابوليزم، يعني افكت على مثلا على كربوهيدرات، على ليبيد، على بروتين. اول حاجه نبدا بالكربوهيدرات، نركز ان في نقطتين مهمين هنا. في الكربوهيدرات بقول انه عباره عن دايابيتوجينيك هرمون. دايابيتوجينيك يعني معناها ايه؟ بيرفع البلد جلوكوز ليفل. طب يرفع البلد جلوكوز ليفل ازاي؟ ها؟ بيعمل جلايكوجينوليسيس. ايه تاني؟ جلايكوجينيسيس ولا ايه؟ جلوكونيوجينيس قصدك كده صح؟ ركزوا معايا يا جماعه عشان نفتكر الاكشن. انا دلوقتي لو عايز ايه؟ عندي كربوهيدرات او عندي جلوكوز او معاك فلوس، الاول هتصرف الفلوس اللي معاك صح، وبعدين تحاول تدور على مصدر ثاني. فانا عايز هذا الجلوكاجون عايز يرفع البلد جلوكوز ليفل، فهيشوف الجلايكوجين اللي متخزن عنده الاول صح، ويكسره لجلوكوز. دي اول خطوه. الخطوه الثانيه انه يصنع جلوكوز. طيب زي ما احنا عارفين البناء اسهل ولا الهددان؟ الواحد يهد بيت ولا يبني بيت؟ مين اللي اسهل؟ الهد. فبالتالي الخطوه الاولانيه الرابيد اكشن اوف شورت ديوريشن از جلايكوجينولايسز، بيكسر الجلايكوجين. يبقى لما اجي اقول لك على الكربوهيدرات تقول لي دايابيتوجينيك افكت بيرفع البلد جلوكوز ليفل، له الميديت رابيد اكشن اللي هو مين؟ جلايكوجينولايسز، يكسر الجلايكوجين انتو جلوكوز. ولو ديلايد افكت اللي هو مين بقى؟ الجلوكونيوجينيسيس، بيصنع لك الجلوكوز فروم نون كاربوهيدرات سورس. في نقطه جدليه هنا، انا حتى كنت بقولها لكم قبل كده، اقول لك مراجع كتير بتقول ان الجلوكاجون هاز نو افكت اون بريفرال يوتيلايزيشن اوف جلوكوز، كنا بنقولها كده نقطه جدليه. بعض المراجع والابديتد بيبرز تقول لك لا ده له افكت، بيعمل انهيبيشن للجلايكوليسيس، ولذلك كان عاملها اخر نقطه لانها نقطه جدليه. بعض المراجع بتقول ليه انه هاز نو افكت اون بلاد جلوكوز يوتيلايزيشن، يعني هو الاكشن بتاعه للاولين بس. الابديتد ده اخر حاجه قال لك لا، وجدوا انه بيعمل انهيبيشن للجلايكوليسيس، يعني بيقلل الجلوكوز يوتيلايزيشن وبالتالي يزود برضك البلاد جلوكوز. يعني خلي بالك بقى خلاصه الكلام ان هذا الجلوكاجون يكسر الجلايكوجين انتو جلوكوز. يبقى احنا عندك جلوكوز اهو، جلوكوز يقوم جاي الجلوكاجون يكسر الجلايكوجين انتو جلوكوز. خلاص؟ ثاني خطوة انه يعمل لك ايه؟ synthesis of new glucose اللي انا بقول عليها نيو جلوكونيوجينيسيس. الخطوة الثالثة قال لك ان الجلوكوز ده نفسه بيمنع استخدامه. يعني انت وليكن كل يوم بتاخد ريال ما بتصرفوش وبتحوشه، بعد اسبوع يبقوا سبعة صح؟ غير ان انا اخد ريال النهارده اصرفه تيجي في نهاية الاسبوع ما تلاقيش معاك حاجة. فنفس الفكرة كده الجلوكاجون بيمنع استخدام الايه؟ ده الكلام الابديت، بيمنع استخدام الجلوكوز. خلاص؟ ده على الكربوهيدرات. على الليبيد، طالما ان هذا الجلوكاجون ما بيستخدمش مين؟ الجلوكوز. يبقى مين اللي هيستخدم تاني؟ الاذر ايه؟ برودكت. فهتلاقيه على الليبيد يعمل لايبوجينيسيز ولا لايبوليسيز؟ منطقيا كده. يعمل لايبوليسيز، ما هو الجلوكوز ما بيستخدمش. فلما يعمل لايبوليسيز نبص على الرسمه اللي فوق دي كده يا جماعه. اول رسمه احنا قلنا هنستخدمها النهارده كتير. لما يحصل ايه؟ لايبوليسيز. شايفين يا جماعه؟ ده التراي اثايل جليسرول او الفات. يتكسر لمين؟ يتكسر لجليسرول وفري فاتي اسيد. مين اللي بيعمل الاكشن ده؟ الكورتيزول والجلوكاجون والابنفرين. دول يعملوا لاي بوليسيس. طيب اما يتكسروا يبقى عندك فري فاتي اسيد كتير، مش يتحول لحاجه اسمها ايه؟ كيتون بابلز.
فيعمل حاجة اسمها كيتون او كيتو أسيدوزس. خلاص نرجع تاني، يبقى على الكربوهيدرات ديابيتوجينيك افكت، على الليبيد يبقى كيتوجينيك افكت، بيعمل لايبوليسيز ويزود الكيتون بابلز ايه فورميشن. طيب على البروتين، اتوقع انه انابوليك ولا كاتابوليك؟ كاتابوليك، يبقى كاتابوليك هرمون. واحنا بناخد في الكارديو فاسكولار، ركزوا يا جماعه عشان احنا بنقول ده المفروض فيه انتجريشن. يعني انت بتاخد اندوكراين كنت اقول لك انسى الهاي كونسنتريشن، علاقته بالكارديو فاسكولار انسى، انك لسه ما كنتش خدت كارديو فاسكولار سيستم. لكن دلوقتي لما اجي اقول لك ايه وات ذا افكت اوف جلوكاجون اون كارديو فاسكولار سيستم، بيعمل ايه؟ ان هاي كونسنتريشن هاز ا بوزيتيف اينوتروبيك افكت. يعني ايه بوست الانوتروبيك افكت؟ يعني بيزود المايوكارديال ايه كونتراكتيليتي. الميكانيزم انه عن طريق بيزود السايكليك اي ام دي. ده مش كده وبس، يقول لك وات از ذا افكت اوف جلوكاجون اون ايه اون جي اي تي. على جي اي تي يبقى انت مين؟ بيشتغل على الليفر، بيزود البايل سكريشن، يعني معناها هاز كولوريتيك افكت. نعم ليه؟ انت لا لسه اصبر اصبر اصبر، شايف الريجوليشن هنتكلم عنه هلا. انا قلت ايه؟ ركز معايا، ان اوردينري دوز ما بيعملش الحاجات دي. في فرق ما بين الاوردينري دوز، يعني بمعنى على سبيل المثال انت عندك الكورتيزول جوه جسمك موجود ولا لا؟ موجود. انت عارف ان الكورتيزول نورمالي انابوليك هرمون، يعني نورمالي جوه جسمك ده انابوليك، لكن انت لو خدته كدواء او في تيومر بقى كاتابوليك. فالحاجه ايه؟ في حاجه اسمها دوز ديبندنت، فمن ضمنها الجلوكاجون. الجلوكاجون في الاوردينري دوز مش هيأثر على مين؟ على البايل سكريشن، لكن ان هاي دوز يزود البايل ايه سكريشن. اخر حاجه عندي ريليشن مع الاذر هرمون، الجلوكاجون اكت ان بارا تراين فاشن ويزود لك مين؟ يزود لك الانسولين هرمون فروم الفا سكريشن فروم الفا ولا بيتا سيل فروم بيتا سيل، بيزود جروث هرمون سكريشن، بيزود سوماتيك ستين فروم ايه فروم دلتا سيل. تو سمرايز عشان يبقى الكلام سهل يا جماعه، اول حاجه بقول ان الجلوكاجون بيطلع منين؟ من الالفا سيل. بيشتغل على ايه؟ على ميتابوليك فانكشن واذر فانكشن. الاذر فانكشن لو هو ان هاي كونسنتريشن، وبيأفكت ريليز اوف اذر ايه اوف اذر هرمون. طيب الريجوليشن مهمه جدا، الريجوليشن ايه الحاجات اللي كلمه ريجوليشن تعني ايه؟ الحاجات اللي تزود وايه اللي تقلل الريليز بتاع الجلوكاجون. اللي يزود الريليز بتاع الجلوكاجون نمشيها خطوه خطوه عشان ما ننساش. خلاص، اول حاجه اسمها نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. احنا قلنا ان الجلوكاجون از ابلاد جلوكوز ريزنج ولا لورنج هرمون ريزنج، يعني معناها الستيمولس هايبر جلايسيميا ولا هايبو جلايسيميا؟ هايبو جلايسيميا. يبقى اما يقل البلاد جلوكوز ليفل هيرفع الجلوكاجون، والعكس صحيح، لو زاد البلاد جلوكوز ليفل هيقل مين؟ الجلوكاجون. ايه المانع في التي ام سال انسيول؟ يقول لك واتش اوف ذا فولوينج هرمون از انكريزد باي انكريز بلاد جلوكوز ليفل، ويجيب لك لسته من الهرمونات. وضحت الصوره؟ او يقول لك واتش اوف ذا فولوينج هرمون از انكريز باي ديكريز بلاد جلوكوز ليفل، او يقول لك واتش اوف ذا فولوينج هرمون نوت افكتد باي تشينج ان بلاد جلوكوز ليفل. فهمنا نمط الاسئله يا جماعه؟ طيب الحاجه اللي بعد كده تاثر على الجلوكاجون الهاي كونسنتريشن اوف امينو اسيد. قال لك سيرتن امينو اسيد بتزود مين؟ الجلوكاجون سكريشن. سيرتن مش كل الامينو اسيد، سيرتن امينو اسيد بتزود الجلوكاجون. طب حد يقول لي ليه؟ ليه الامينو اسيدز لما دي اللي هم دول بالذات اللي هو مين؟ اللي هو الالانين والارجينين، لما يزيدوا يزيدوا الجلوكاجون. فكذا يا جماعه زي ما بقول، انت في ثانيه لما كنت بتاخد المحاضره ديت كنت بتاخدها نقول نعمه من عند ربنا لو عرفت عناوين. خلاص، انت دلوقتي كل كلمه اندبت انديتيل، خلاص كل كلمه لازم تبقى عارف ليه حصلت، ماشي كلام؟ فهنا دلوقتي ليه لما الامينو اسيد دي بتزود مين؟ الجلوكاجون سكريشن. مش احنا مين يقول؟ ما هو بروتين كاتابوليزم يعني يزود امينو اسيد، المفروض يبقى في نيجاتيف فيدباك. ها؟ مش يا جماعه بنقول ان هذا الجلوكاجون بيزود حاجه اسمها جلوكونيوجينيسز، فلما يزيد الجلوكونيوجينيسز قاعد تاخد الامينو اسيد تعمل جلوكوز، تاخد امينو اسيد تعمل جلوكوز، فبالتالي يزيد. حتى بيقول لك ايه؟ الحاجه اللي بتستخدم بتنمو،
والذي لا يستخدم يضمر، صح ولا لا؟ فده قاعد يستخدم الامينو اسيد، فبالتالي هيحصل استيميليشن للجلوكاجون عشان يشتغل. طب سؤال بقى عبد الله، علاقه الجي اي تي هرمون؟ نعم. لا، لان هذه الامينو اسيد بالذات دي اللي داخله مين لتكوين الجلوكوز. الستو هرمون بقسم الهرمونز لحاجتين اساسيتين اللي هم الجي اي تي هرمونز والاذر هرمونز. في فرق طبعا، انتوا خدتوا الدايجستيف عشان لو حد يهزر معاك ويقول لك يعني ايه جي اي تي هرمون. يعني انا اقول لك مثلا، ممكن تقول لك مثلا ايه الكولسيستوكاينين، ليه بيعتبروه جي اي تي هرمون؟ حد يديني ديفينيشن كده. احنا قلنا انتجريتد سيستم، يعني انت دلوقتي بتاخد دايجستيف وبتاخد اندوكراين وبتاخد كارديوفاسكولار وبتاخد كل شيء. ها الكولسيستوكاينين هنا بنعتبره دايجستيف ولا نون دايجستيف هرمون؟ دايجستيف هرمون. ليه بنعتبره دايجستيف هرمون؟ ها ما هو ليه 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 ها بيأفكت ايه؟ بس بيأفكت جي اي تي فانكشن بس. طب ما انت لو جيت تبص على كل الهرمونات في الجسم هتأثر جي اي تي فانكشن. يعني هسألك سؤال، البارا هرمون او البارا ثايرويد هرمون از ا جي اي تي هرمون؟ لا اشمعنى بقى؟ ما هو بيأفكت جي اي تي فانكشن. بمنتهى البساطة علشان الوقت يا جماعة، كلمة جي اي تي هرمون اقول على الهرمون ده جي اي تي هرمون امتى؟ ان بيكون بيفرز سيكريتد باي بارت الجي اي تي ذن سيركوليت ان ذا بلاد اند ريتير تو افكت ذا جي اي تي فانكشن. هتقول الانسولين، الانسولين ده جي اي تي هرمون او بيفرز من اماكن في الجي اي تي، لكن نيملي مش، لا مش جي اي تي هرمون. وضحت الصوره يا جماعه؟ ها طيب الجي اي تي هرمون زي مين؟ الكولسيستوكاينين والجاسترين بيعملوا ايه؟ بيزودوا الجلوكاجون. اللي بيقلل الجلوكاجون سكريشن هو السكريتين، افتكروها هحطها لكم نمط ام اس كيو. ويتش اوف ذا فولوينج هرمونز ديكريز جلوكاجون سكريشن، وجايب لك اختيارات من ضمنها مين؟ السكريتين. حط تحت دي 1000 خط، لان ده هي الفرق جوهري ما بين الانسولين والجلوكاجون. السكريتين ستيميوليت انسولين بات انهبت مين؟ الجلوكاجون. الطالب الشاطر وهو بيذاكر يعملها كجدول مقارنه، هو بيذاكر كده الاكشنز يقارنها بالانسولين، الريجوليشن يقارنها بمين؟ بالانسولين. خلاص يبقى الجلوكاجون يقارن تماما مع مين؟ مع الانسولين. السوماتوستاتين اند انسولين بيدبرس بينهبت مين؟ الجلوكاجون سكريشن. ده برضك نقطه خلاف، ركزوا. الانسولين ده بصوا يا جماعه، دلوقتي السوماتوستاتين والانسولين بينهبت الجلوكاجون، لكن الجلوكاجون ايه؟ ابن حلال وطيب، بيزود الانسولين. صح الكلام؟ يعني الانسولين انهبت جلوكاجون بط جلوكاجون استيميوليت انسولين سكريشن. ها وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. بعد كده النيرف استيميوليشن، لو مشينا خطوه خطوه كده بالتسلسل ده في الجلوكاجون والانسولين هتلاقي الكلام سهل. تتكلم على نيجاتيف فيدباك افكت اوف امينوس، ده انا بتكلم على الانسولين حالا هتلاقي نفس الاسطمبه بس التاثير مختلف. افكت اوف هرمون نفس الاسطمبه، ثم بعد كده افكت اوف نيرف ستيميليشن. نيرف ستيميليشن تعني ايه؟ سمباثيك وبارا سمباثيك، صح؟ هلاقي ايه؟ السمباثيك يعمل ايه في الجلوكاجون؟ في عندي بيتا ادرينوسيبتور والفا ادرينوسيبتور. البيتا ادرينوسيبتور وده البريدوميننت افكت يزود الجلوكاجون. بص عشان ما تتوهش ركز معايا الكلام اللي انت عارفه من الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي في البلوك اللي فات او من سنه اولى، ان السمباثيك ستيميليشن ترفع البلوك جلوكوز ولا تقلله؟ ترفع البلوك جلوكوز. انا رتب نفسي على كده، الانسولين ها الانسولين يزود ولا يقلل البلوك جلوكوز؟ يقلل. يبقى البريدوميننت افكت اوف سمباثيك انه يقلل الانسولين، صح؟ والبريدوميننت افكت اوف ايه؟ اوف سمباثيك على الجلوكاجون انه يزود الجلوكاجون. وضحت الصوره يا جماعه عشان ما تهش. يبقى البريدوميننت افكت اوف سمباثيك ستيميليشن از ستيميوليشن بط انهيبيشن. ستيميليشن لمين؟ للجلوكاجون، بط انهيبيشن للانسولين. الفيجر ده على طول ربنا كرمه وبيعمل ستيميليشن. الاسايكولين عامل زي بالظبط زي الفيجر، السترونج اكسرسايز او السترينس اكسرسايز. اتوقع انه يزود الجلوكاجون ولا يقلله؟ يزود الجلوكاجون، وده من رحمه ربنا، لان اثناء الاكسرسايز قاعد تحرق في جلوكوز، فمن رحمه ربنا ان ايه؟ ان الهرمون ده يشتغل فيزود لك الجلوكوز علشان امنع الهايبوجلايسيميا. تو سمرايز قبل ما ادخل في الانسولين،
الجلوكاجون يهمني اول حاجه عند النيتشر انه بوليبيبتيد، لان الميكانيزم اوف اكشن هتختلف. الريسبتور بتاع الجلوكاجون زي ما احنا قلناها ايام زمان، اي هرمون بوليبيبتيد النيتشر الريسبتور بتاعه موجود فين؟ في الممبرين، صح؟ يبقى الميكانيزم اوف اكشن هرمون ريسبتور كومبلكس هيزود لك ايه؟ سايكليك اي ام دي، خلاص. طيب السورس قلنا من انهي خليه يا جماعه؟ من الايلوت اوف لانجرهانس، كانت الالفا سيل. الاكشن اتكلمنا على الميتابوليك اكشنز اند اذر اكشن، يهمني جدا اركز دلوقتي جدا على الاذر اكشن اللي هي الهاي كونسنتريشن، خلاص، لانك هتعمل انتجريشن مع الكارديو فاسكولار سيستم والايه الجي اي تي. بعد كده عندي ايه؟ على فكره في الجي اي تي احنا عدينا بسرعه سؤال عبد الله خلانا ننسى الاتش سي ال، انه بينهبت الجاستريك اسيد سكريشن، ودي علاقتها مهمه. انت سؤالك خلينا عدينا النقطه دي، ودي نقطه مهمه جدا. ليه؟ فاكرين في التيومر اللي حطيتها حالا وقلت لك حاجه اسمها جلوكا جنومه كانت تعمل ايه في الاستومك؟ ايه كلور هيدريا، ايه كلور هيدريا، يقل مين؟ يقل الاتش سي ال، صح ولا لا؟ ندخل على الانسولين. خلاص، هو كمقارنه بالجلوكاجون هيبقى الكلام سهل. الانسولين ايه؟ طبيعته ايه؟ بروتين ولا ستيرويد هرمون؟ بوليبيبتيد. يبقى الريسبتور بتاعته موجوده في السيل ميمبرين، ولها صفه كاركترستيك بتكون من تو ايه؟ تشين، في الفا وبيتا تشين. الهرمون هيمسك في الالفا تشين هيؤدي الى سيرتن تشينجز في البيتا تشين، زي ما هشوف في الرسمه اللي جايه دي. هذا الالفا تشي، الالفا ايه بار او الالفا سب يونت هيمسك فيها الانسولين، هتأثكت، هتعمل سيرتن تشينجز في البيتا سب يونت، هتؤدي الى الايه؟ الى الاكشنز بتاعت الانسولين. طيب اما اجي اقول لك الفانكشنز بتاعت الانسولين، نمشي بنفس الاسطمبه بتاعت الجلوكاجون. اما اقول لك الفانكشنز او الاكشنز، يبقى انا هتكلم هي مينلي ميتابوليك. اهم حاجه هتكلم عنها الكربوهيدرات، لان انا بقول عباره عن بلاد جلوكوز لورنج هرمون. طب هيعمل ازاي؟ هيشتغل ازاي؟ نرجع لنفس الرسمه اللي احنا كنا راسمينها في الاول، في اول صفحه. بص للكلام ده يا جماعه، ادي الانسولين، ادي الجلوكوز، بيعمل ايه؟ بيحول لك الجلوكوز لجلايكوجين، يعني بيزود حاجه اسمها جلايكو جينيسيس، بيزود تحويل الجلوكوز انتو فات، حاجه اسمها لايبو جينيسيس. بيحول لك الجلوكوز لايه؟ لامينو اسيد، ويحول امينو اسيد بعد كده لمين؟ يحول امينو اسيد لمين؟ لبروتين، يعني انابوليك افكت، خلاص؟ يعني بيزود الجلوكوز يوتيلايزيشن، بيزود الجلايكو جينيسيس، بينهبت الجلوكونيو جينيسيس، بيزود الجلايكوليس، كل دي تزود ولا تقلل البلاد جلوكوز؟ تقلل البلاد جلوكوز. كلام كويس، يبقى اول اكشن عندي ان انا بقول عليه بلاد جلوكوز لورنج افكت. بينكريز جلايكو جينيسيس، بيزود اليوتيلايزيشن اوف جلوكوز باي ليفر اند ماسل، بيزود الجلايكوليسيس او الجلوكوز يوتيلايزيشن، وبينهبت الجلوكونيوجينيس. ناخدها قاعده عامه يا جماعه، طالما ان الجلوكوز هو اللي بيستخدم يبقى انا مش محتاج الليبت، صح ولا لا؟ غير اما يكون الجلوكوز مش مستخدم، فمش محتاج الليبت انه يستخدم، يعني عايز اخزنه. فبالتالي الانسولين ما بيعملش لايبوليسيس، ده بيعمل لايبوجينيسيس. يبقى على الليبت هينهبت اللايبوليسيس، يعني هينهبت الكيتوجينيسيس وهيستيميليت اللايبوجينيسيس. على البروتين قلنا انابوليك افكت، وبكررها تاني، التستيل ام اس كيو يا جماعه، مش التستيل شورت اس، التستيل شفوي. انابوليك هرمون، انابوليك هرمون يعني ايه؟ يعني هرمون بيزود البروتين سينثيس. نفتكر مع بعض امثله للانابوليك هرمون، بكرر اهو، اول حاجه جروث، جروث هرمون، وابن عمه الانسولين، خلاص؟ مين تاني؟ الكورتيزول ان اوردينري دوز، الثيرويد هرمون ان اوردينري دوز، اللي هي الجرعه الموجوده في الدم، اللي هي الليفل بتاعه الموجود في الدم. الانجيوتنسين 2، البارا هرمون. ها؟ اظن الكلام سهل ولا صعب؟ كلام جميل. طيب الريجوليشن بقى، قال لك في ملحوظه غايه في الاهميه هنا تهمكم كفارما. تهمكم جدا كفارما، وتتقل مش كتير، بس بطريقه ملتويه. ان الانسولين علاقته ايه بين سيرتن ايونز البوتاسيوم؟ انت دلوقتي عندك خليه اهي سيل، وعندك جلوكوز،
وعندك انسولين. قال لك ان الانسولين مهم علشان الجلوكوز يوتيلايزيشن، انه بيسهل ترانسبورت اوف جلوكوز انتو ذا سيل عشان يستخدم. قال لك معاه بيدخل مين؟ البوتاسيوم. دي تفرق؟ قال لك اه تفرق في حاجتين غايه في الاهميه، وكاتبه لكم كم لحظه. ان لو واحد عنده هايبر جلايسيميا خلاص او دايابيتك كوما وعايز تعالجه بانسولين، اتوقع ان البوتاسيوم ليفل يكون عنده ايه لو انا اديته انسولين بس؟ يبقى هايبر كاليميا ولا هايبوكاليميا؟ هايبوكاليميا. ولذلك الحاله اللي جت ده انسولين يفضل تستلم فيها يا جماعه، يفضل ان انا اديله بوتاسيوم معاه. ليه؟ لان الانسولين هيزود اي نعم الجلوكوز ابتيك، لكن في نفس الوقت هيزود الشيفتنج اوف ايه؟ اوف بوتاسيوم انتراسيلولر، فيعمل ايه؟ هايبوكاليميا. قال لك في بعض الامراض يا جماعه بلاقي ان في هايبركاليميا، قال لك ممكن اعمل استخدم ترانزيت. واحد ما عندوش سكر ولا حاجه لكن البوتاسيوم عنده عالي، ترانزيت مؤقتا ما هوش علاج مستديم، ممكن اديله انسولين يساعد ده مؤقتا. في بعض الحالات ممكن استخدم الانسولين بحيث يحاول يظبط البوتاسيوم مؤقتا، ده ما هوش علاج مستمر. العلاج لازم اعالج السبب، اعالج المشكله خلاص. اوقات زي احنا عارفين ان البوتاسيوم لو زاد خطير ولا لا، احنا بنعمل انتجريشن اهو. البوتاسيوم لو زاد في الدم خطير ولا مش خطير؟ هايبركاليميا ممكن تستوب ذا هارت ديورنج ايه؟ ديورنج ايه؟ دايستول. افهموا الكلمتين دول مهمين بالسيروم يا جماعه. في حاجه اسمها بوتاسيوم رايزر وحاجه اسمها كالسيوم رايزر، ركزوا يا جماعه. بوتاسيوم رايزر والكالسيوم رايزر غير الهيت ريجر. سمعتوا الريجر مورتس الله يرحمه في المصر؟ افتكروا يا جماعه البوتاسيوم ريجر او رايزر معناها ايه؟ ان في بوتاسيوم في الاكسترا سيلولر فلويد عالي، فالستوب بيوقف القلب، ستوب ذا هارت ديورنج ذا ستول. غير مين؟ الكالسيوم. الكالسيوم زيادته في الدم بيعمل ايه؟ هايبر كالسيميا، زياده جامده وبالذات صادم انكريز ستوب ذا هارت ديورنج ذا ستول. ودي فكره ايه؟ ما تيجي تدي حقن الكالسيوم انترافينس بتديها فيري سلولي، صح ولا لا؟ مش احنا عارفين النقطه دي يا جماعه؟ لو واحد عنده ايه؟ ديفيشنت باراثايرويد هرمون، يعني عنده هايبوكالسيميا، عنده تيتاني، وعايز اديله كالسيوم انترافينسلي، كالسيوم جلوكونيت انترافينسلي، بيقول لك اديه ايه؟ فيري سلولي. ليه؟ لان السادن انكريز ان بلاد كالسيوم ليفل هيستوب ذا هارت ديورنج ايه؟ ديورنج سيستول. كلام جميل. البوتاسيوم مينلي لو تفتكر كنا بنقول احنا بنتكلم في الكارديو فاسكولار، مينلي بيأثر على الريبولاريزيشن، بيأفكت الريبولاريزيشن صح؟ الريبولاريزيشن هتقابل او هتأفكت مين للدايستول؟ ما لها علاقة احنا قلنا ان ازاي؟ الريبولاريزيشن ولا الري ما لها علاقة بالدايستول ازاي؟ هو ايه اللي بيعمل السيستول والدايستول؟ الكتريكال اكتيفيتي. انا اقول لك على حاجة. نعم؟ اللي هيعمل السيستول ايه يا عبد الرحمن؟ اللي يعمله ايه؟ يعني انا دلوقتي لو انا قاعد في القاعة هنا وبتكلم، واحد جه وقف قدام الباب وما اتكلمش، هقول له ادخل ولا لازم يخبط؟ اللي عمل الكونتراكشن هو الالكتريكال اكتيفيتي. الالكتريكال اكتيفيتي والتشينجز اللي في الالكتريكال اكتيفيتي هي اللي بتأفكت الكونتراكتيليتي سواء بالزيادة او بالنقصان. فالكالسيوم مين اللي بيأثر على السيستول؟ لو تفتكر ارجع للاي سي جي على ما اعتقد لكم محاضرة، على ما اعتقد ما افتكر يعني، حاجة اسمها الكيو تي انترفال، ده الكالسيوم بيأثر عليها مين؟ فبيأثر على السيستول. عشان الوقت بس يا جماعة، في حد عنده اي واضحة يا عبد الرحمن؟ الالكتريكال اكتيفيتي هي اللي بتعمل لك الايه؟ الالكتريكال اكتيفيتي بعد كده. طيب يبقى بالتالي عرفنا اهميه البوتاسيوم. فاكرين الريجيليشن؟ قلت لك هناك الفيدباك افكت اوف بلاد جلوكوز. هناك كان البلاد جلوكوز لو زاد يعمل ايه في الجلوكاجون؟ يقلله. ولو قل العكس هنا لا. هنا البلاد جلوكوز لو زاد يزود الانسولين. والزياده بتبقى على محطتين او على مرحلتين. نبص على الرسمه دي كده. قال لك لو انا عملت ادى الجلوكوز انفيوجن، كان الانسولين هنا والبيزل ليفل بتاعه، جيت عملت جلوكوز انفيوجن هنا، قال لك هيزيد الانسولين ان تو ستيب. الستيب الاولانيه يحصل سبايك سادن انكريز اند سادن ديكريز للانسولين ليفل. البيك الثانيه هتبقى جراديوال انكريز ان انسولين. طب ايه السبب؟ زي ما احنا لسه قايلين في تاثير الجلوكاجون على مين؟ ها؟ على مين يا جماعه؟ على البلاد جلوكوز. مش انا قلت لك الجلوكاجون بيرفع البلاد جلوكوز ازاي؟
اول خطوة انه يحول المتخزن اللي هو جلايكوجين انتو جلوكوز، ده بيحصل بسرعة صح لانه متخزن اصلا. الخطوة التانية انه يعمل نيو سينثيسيس صح، وده ياخد وقت طويل. فهنا نفس الكلام، الجلوكوز انفيوجن يزود الانسولين ريليز اللي هو الستورد انسولين، في شويه انسولين متخزنين فده اللي يطلعهم بسرعه صح. انت جالك مبلغ معين صعب انك تطلعه وتصرفه، ولا ما معكش خالص وعايز تشتغل تجيب قرش تصرفه؟ اللي مش جالك هتطلعه على طول، اللي مش جالك هتروح تشتغل او هتتصرف عشان تجيبه. فدي نفس الفكره. السادن رابيد انكريز ده سببه ايه؟ ريليز اوف ستورد اوريدي ستورد سينثيسايزد مين انسولين. الجراديوال انكريز دوت ده انا بطلع انسولين زياده. طب السؤال هنا ركز معايا في النقطه اللي جايه دي مهمه، السي ام كيو، ازاي البلاك جلوكوز ليفل لما بيزيد بيطلع الانسولين؟ نبص على الرسمه اللي جايه دي. قال لك خلي بالك ادي البيتا تيل اوف ايلت اوف لاندرهام اندر ريستنج كونديشن، يعني البلاك جلوكوز كان نورمال ليفل، في حاجه اسمها جلوكوز ترانسبورتر 2 تفتكروها تتسال انت كيو. هذا الجلوكوز ترانسبورتر 2 لما يكون الجلوكوز قليل يبقى ما فيش كميه جلوكوز كتير هترانسبورت انتو ايلت سيل. في حاجه اسمها الاي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم تشانل اندر ريستنج كونديشن، مالها؟ ها؟ بتبقى ايه؟ مفتوح اوبن. في حاجه اسمها الكالسيوم تشانل فولتج جيت الكالسيوم تشانل اندر ريستنج كونديشن بتبقى مقفوله. ده الريستنج كونديشن. فكان الانسولين متخزن. طيب لما يزيد البلاد جلوكوز ليفل هيحصل له ترانسميشن انتو ذا بيتا سيل اوف ايلت اوف لانجرهانز من خلال الجلوكوز ترانسبورتر 2 تصير ام كيو. يقول لك ايه؟ جلوكوز از ترانسبورتد انتو ذا بيتا سيل اوف ايلت اوف لانجرهانز ثرو ذا فولوينج جلوك ترانسميتر، لان في عندنا كذا نوع، يبقى مين؟ اللي هو جلوك 2. هيحصل له يوتيلايزيشن جلايكوليسيس، يتكون لك مين؟ الاي تي بي. الاي تي بي هيعمل ايه؟ هيعمل كلوجر للاي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم تشانل. فالبوتاسيوم تزيد الكونسنتريشن بتاعته جوه مين؟ جوه الخليه، فيحصل ستيت اوف ديبولاريزيشن. فيحصل اوبننج لمين؟ للكالسيوم. فيحصل للكالسيوم تشانل فولتج جيت، فيحصل كالسيوم انفلاكس ويحصل ريليز للانسولين. وضحت الصوره يا جماعه؟ مهمه جدا مهمه جدا علاقه الايه؟ البلاد جلوكوز بالانسولين. طب ده اول فاكتور اتكلمنا عنه في الريجيليشن بتاعت الانسولين. ثاني فاكتور عندي مين؟ الامينو. فاكرين نفس التسلسل؟ اه هناك كنت بتكلم اول حاجه عندي كان الجلوكوز. ثاني حاجه عندي كانت مين؟ الامينو اسيد. هنا الامينو اسيد برضك تزود الانسولين، ده اوجه شبه. بس ليه؟ لان الانسولين از انابوليك هرمون. صح؟ هيقعد يستخدم الامينو اسيد عشان يبني بروتين. طب الهرمون الطالب شاطر زي ما بقول يعملها كمقارنه. خلاص؟ طيب كافكت اوف هرمون جي اي تي هرمون، كل جي اي تي هرمون بتزود الانسولين. ها؟ فسواء ده حتى لو حطيت لك خط تحت السكرتين اقول ان هو اوجه خلاف ما بين الجلوكاجون والانسولين. طيب الجلوكاجون نفسه بيزود الانسولين ان باراكراين فاشن زي ما قلنا. السوماتوستاتين ده الوحيد اللي بيعمل انهبيشن وبيبقى سترونج انهبيشن. النيرفوس سيستم الفيجر ستيميليشن هتزود انسولين، السمباثاتيك تقلل. يبقى الدوميننت افكت اوف سمباثاتيك انه يزود الجلوكاجون ويقلل الانسولين، فالنت ريزلت ان يحصل ايه؟ ان يحصل هايبر جلايسيميا مع السمباثاتيك ستيميليشن. ملحوظه مهمه جدا قلت لكم هتكلم على ان هرمونين مهمين جداد، ركزوا يا جماعه ممكن تصير ام كيو او نقطه الشفوي. امايلين هرمون، الاميلين هرمون بيطلع من انهي سيل في الايلت اوف لانجرهان؟ بيطلع مع الانسولين. افتكر كده، اميلين انسولين والاكشن سيميلر. الاميلين قال لك ده مهم جدا في الريجوليشن اوف بلاد جلوكوز ليفل، بيطلع زي ما بقول تاني كو سكريتد وذ انسولين. بيعمل ايه بقى؟ انت اكلت اكله فيها كربوهيدرات، هذا الاميلين بيقلل ظهور الاكل اللي فيه جلوكوز، بيقلل ظهور الجلوكوز في الدم. ازاي؟ يبقى اول اكشن له سلوز ذا ريت اوف ابييرنس اوف جلوكوز فروم ذا ميل. ازاي؟ عن طريق انه بيقلل الجاستريك ريت، بيعمل سلو جاستريك انيتي، بيقلل السكريشن اوف دايجستيف انزايمز، يعني هيقلل البريك داون اوف ايه؟ اوف الكربوهيدرات انتو جلوكوز. يبقى هيعمل سلوينج اوف ذا ابييرنس اوف جلوكوز ان ذا بلاد. فمش كده وبس،
شايفين بقى الرخامه بتاعته بيعمل ايه؟ انهيبيشن للجلوكاجون سيكريشن، وبالتالي هيعمل انهيبيشن لمين؟ للجلوكونيوسينيسيس. خلاص ها، ما هو الانسولين بيعمل انهيبيشن للجلوكاجون برضه. وضحت الصوره؟ يبقى اللي يهمني جدا في الاميلين اعرف انه بيطلع بمين؟ بالبيتا سيل اوف ايلت اوف لانجر هاند. اعرف انه بيكنترول بلاد جلوكوز ليفل، انه الفكره بتاعته انه هحاول يقلل الايه البلاد جلوكوز ليفل في الدم شبيه للانسولين. طب الجريلين مهم جدا برضه، وده لينك ما بين الدايجستيف والاندوكراين. الجريلين هرمون مين اللي بيحصل له سكريشن من سيرتن سيل في الفندق اوف ذا ستومك، لكن هنا بيطلع من حاجه اسمها الابسلون سيل اوف ايلت اوف لانجر هاند. الاكشن بتاعته هو له اسامي دلع في الديف الاكشن. اسم الدلع الاولاني ابيتايت ريجوليتنج هرمون، يعني بالتالي بيزود الابيتايت الديزاير تو ايت. تاني حاجه عندي قال لك جروث هرمون سكريتاجوج. سكريتاجوج يعني ايه؟ تكريم الجلوكاجوج، ها يعني بيزود الريليز اوف جروث هرمون. موتيلين ريليتد للتايب بيزود الجي اي تي موتيليتي. هرمون واحد عمل لينك ما بين الميتابوليزم اللي بتخطوه في سنه اولى والايه الاندوكراين والجي اي تي. الفانكشنز بسرعه بسرعه عباره عن بيزود الابيتايت زي ما احنا قلنا، بيزود الجروث هرمون ايه سكريشن، بيزود الجي اي تي ايه موتيليتي. اخر حاجه في موضوع المحاضره النهارده يا جماعه، احنا دلوقتي اتكلمنا على النورمال. زي ما بقول دايما بعرف الابنورمال ازاي؟ بعرف النورمال ازاي؟ ان انا اعرف الابنورمال صح ولا لا. اهميه النورمال تظهر لما تظهر حاجه ابنورمال. فيهمني جدا اللي هي الفيسيولوجيكال بيزس اوف دايابيتس ميليتس ديسوردرز اوف انسولين هرمون سكريشن. قال لك في حاجتين اساسيتين، يا الانسولين يزيد يا الانسولين يقل. انسولين يزيد زي حالات ايه؟ هايبر انسولينيزم، زي حاله مشهوره قوي وحاطط لكم رسمه قدام زي ما شفناها، حاجه اسمها الانسولينوما، انسولين سكريتنج تيومر موجوده فين؟ في البنكرياس، ثاني سيل في البنكرياس البيتا سيل. مهمة جدا جدا جدا. انسولينوما تتسئل كتير جدا على فكرة شافه، وتتسئل نقط صغيرة انت كيو. ليه؟ لما يجي يقول لك انسولينوما تتوقع البلاد انسولين ليفل يبقى عامل ايه؟ عالي. بس في صفة مميزة انسولينوما، بس في صفة مميزة ليس له علاقة بالايه؟ بالكربوهيدرات انتيك ولا بلاد جلوكوز ليفل. يعني تلاقي ممكن تلاقي البلاد جلوكوز قليل عنده هايبوجلايسيميا اهي، سيمتومز الهايبوجلايسيميا، وتيجي تشوف الانسولين تلاقيه عالي. ها ايه رايك؟ يعني انت ممكن تتسال هكذا سؤال، جيت تشوف البلاد جلوكوز هتلاقي الانسولين قصدي لقيته عالي جدا وعلى طول طول الوقت ونوت ريليتد تو تايب اوف دايت، وتيجي تشوف البلاد جلوكوز تلاقي فيه هايبوجلايسيميا. يبقى ده انديكيشن في تيومر بتطلع انسولين. يبقى من اهم مميزات الانسولينوما ان تلاقي هاي بلاد انسولين ليفل ريجاردلس ذا ليفل اوف بلاد جلوكوز. خلاص؟ لان تيومر. تاني حاجه هتلاقي في سيمتومز اوف ايه؟ اوف هايبوجلايسيميا. زي ايه؟ زي هتلاقي هانجر، هتلاقي ابنورمال بيهيفير، درانكن ابيرنس، كونفالشن، ايفن كوما. اللي يهمنا بقى الاساس بتاعكم اللي مهم جدا جدا تعرفوه زي اسانيكم، اللي هو الدايابيتس بسم الله. وهتاكيد هتاخدها كباثولوجي ان ديتيل، لكن يهمني فروم فيسيولوجيكال بوينت اوف فيو، الفيسيولوجيكال بيزس. عكس الانسولين، الانسولين كان بيعمل كذا كذا كذا. طيب الانسولين قل يبقى هيحصل العكس. القللان او النقص في الانسولين بيشمل حاجه من اثنين، يا كوانتيتيف ديفيشنسي يا كواليتيف ديفيشنسي. كوانتيتيف يعني انا اجي اشوف الانسولين في الدم الاقيه قليل. كواليتيف ممكن الاقيه نورمال اور ايفن اباف نورمال لكن مش شغال. ممكن يكون اب نورمال انسولين، ممكن يكون في انسولين ريزيستنس صح ولا لا. فبالتالي الدايابيتس ميليتس عباره عن ميتابوليك ديسوردر اور سندروم كاركترايزد باي انسفيشنت انسولين سكريشن. المانيفيستيشن التايبس احنا عارفينها يعني عارفينها بان ديتيل. في نقطه بس كانت نقطه جدليه لحد سنتين فاتوا يا جماعه، كان يقول لك الفاميلي هيستوري، كان يقول لك ايه ان تايب 1 بريزنت ابسنت ان تايب 2. لا الكلام الابديتد موجوده في تايب 2 ولكن ايه الليست. يعني مثلا اقول لك ايه التايب 1 الفاميلي هيستوري تقول لي ازيد من 70% يعني ايه موجود وسترونج. الثاني لا ممكن يبقى اقل من 20 او 15% يعني معناها ايه الفاميلي هيستوري موجود في الاثنين. خلاص؟ لكن مين اللي موجود فين؟ في تايب 1. نركز في النقطه اللي جايه لما اجي اقول لك تايبس اوف دايابيتس ميليتس.
ركزوا عشان لو سألنا types of diabetes mellitus بهم أقسمها primary diabetes و secondary diabetes. primary هم أقسمها type 1 و type 2. type 1 اللي هو insulin dependent و type 2 اللي هو non insulin dependent أو البول عليه maturity onset A diabetes mellitus. أبقى عارف مين الموست كومن تسأل مسكو مين الموست كومن تايب 1 ولا تايب 2. طب الفاميلي هيستوري مور كومن في تايب 1 ولا تايب 2. الكوزس تايب 1 وتايب 2. تايب 1 بقول عليها انسولين ديبندنت يعني معناها عايز اديله انسولين يعني معناها في ديستراكشن للبيتا سيل صح زي فيروس او اوتو ايمين ديسوردر. الثاني لا طب ممكن يكون في ايه في انسولين ولكن في انتاجونيزم ضده في ريزيستنس ضده في ابنورمال فورم اوف انسولين. طب السكندري دي مهمه جدا لانه حلقه وصل كبيره جدا تجمع لك الاندوكراين. بقى السكندري دايابيتس في سيرتن اندوكراين ديسوردر تعمل دايابيتس زي ايه الاكروميجالي. مهم جدا السكندري طيب يا جماعه الاكروميجالي يعني معناها في جروس هرمون اكسس افتر يونيون اوف ايه اوف ديبيتس. طب الجروس هرمون يعمل هايبر جلايسيميا ازاي؟ بيقلل الجلوكوز يوتيلايزيشن بيعمل جلوكونيو جينيسيس صح بيزود الجلايكوجينوليسيس. الفيوكروموسايتوما ده معناه كاتيكولامين سيكريتنج تيومر صح. كوشنج سندروم الكورتيزون عالي والكورتيزون ده برضك ديابيتوجينيك هرمون. جلوكاجونوما جلوكاجون سيكريتنج تيومر. اكسس بانكرياتيك برودكشن اوف سوماتوستاتين ده برضك يعمل ديابيتس. ديستراكشن للبنكرياس باي بانكرياتايتس او بانكرياتيك كارسينوما. طيب بسرعه كده الفيزيولوجيكال بيزس للايه الهايبر جلايسيميا احنا عارفين خلاص الانسولين قليل فالعكس الافكت هتحصل تحصل هايبر جلايسيميا. طب الجلوكوزيوريا او الجلايكوزيوريا الاثنين صح الاثنين سياس اقول عليها جلوكوزيوريا او جلايكوزيوريا يعني معناها في جلوكوز في اليورين نورمالي ما فيش جلوكوز في اليورين. وقلنا النقطه المهمه جدا اللي بتبقى مس كيو اللي هي الرينال ثريشولد الليفل اباف ويتش جلوكوز قد ايه اليورين قد ايه من 160 ل 180 ملغ بير دي لتر. كيتونيميا قلنا الميكانيزم بتاعها دلوقتي طالما ان مفيش انسولين يعني بقى في لايبوليسيس بقى في اكسس فاتي اسيد بقى في سينثيسيس لمين للكيتون بودر. مره سالتهم على ما اعتقد كنت سالتوها في سنه ثانيه على ما اعتقد ايه التايب اوف كيتون بودر اللي تعرفوه ها كيتون بودر اهي اهي اسيتو اسيتو انا سؤال بسيط وجالكم في اند اوف لوك في سنه من السنين على ما اعتقد السنه اللي فاتت على ما اعتقد. يبقى مين اسيتو اسيتيك اسيد بيتا هيدروكسي بيوتيريك اسيد والاسيتو دول بقول عليهم ايه كيتون ايه كيتون بادز. نقطه مهمه ثانيه بنتسال ركزوا يا جماعه كلمه كوزمول بريفنج سمعتوا كوزمول بريفنج قبل كده دي كاركترستيك فيتشر للكيتو اسيدوز. خلاص احنا عارفين عشان يبقى حلقه وصل ما بين اندوكراين وما بين ريسبيريشن الستيمولاي اوف ريسبيريشن كانت ايه كانت من ضمنها مين ايه الاسيد صح. الهيدروجين ايون الهيدروجين ايون بيستيموليت لما بيزيد بيستيموليت البريفرال كيمو ريسبتورز فتروح تعمل ستيموليشن لمين للريسبيراتوري سنتر فتعمل رابيد ديب ريسبيريشن. يبقى لو تمام كيو كوزمول بريثنج اوكيرز ان ذا فولوينج كيسز ويقوم جايب لك حالات يبقى مين لفين في حالات الدايابيتيك ايه كيتو اسيدوزيس. نيجاتيف نيتروجين بالانس ده منطقي لان في عندي بروتين كاتابوليزم صح هو الانسولين انابوليك هرمون طب هو قليل يبقى هيعمل ايه هيحصل بروتين بريك داون يعني هيحصل ماسل ويستنج. ماسل ويستنج يعني البلك بتاع الماسل هيقل خلاص. طيب هايبو بروتينين نفس الكلام في بريك داون. بوليوريا فريكوانت يورينيشن طب ليه في فريكوانت يورينيشن بوليوريا في اوزموتيك دايوريسيس. انت دلوقتي اللي عنده هايبر جلايسيميا ووصل للرينال ثريشولد وعداه مش بقى في جلوكوزيوريا الجلوكوز اللي موجود في اليورين ده بيأكت از اوزموتيك دايوريسيس يسحب ميه معاه فيحصل بوليوريا. طيب بوليديبسيا طيب في بوليوريا يعني في هيبقى في انكريز الاوزموناليتي كمان بتاعه البلاد نتيجه الجلوكوز دول هيعملوا ستيميليشن للستريس سنتر. المهمه جدا البوليفاجيا وده انا على ما اعتقد قلتها لكم السنه اللي فاتت. دلوقتي على الرغم من ان الجلوكوز عالي الا ان الجلوكوز عالي الا ان الشخص عايز ياكل كتير لا الشخص اللي عنده السكر بياكل كتير قوي ليه؟ ها؟ ليه يا جماعه؟ لان في حاجه اسمها ساتايتي سنتر مركز الشبع
انت بتقعد تاكل لحد ما تحس انك شبعان. بتحس انك شبعان امتى؟ ان يحصل انترنت للجلوكوز انتو ستايتي سنتر، هتلاقي البرين كله انسولين اندبندنت، مش معتمد على الانسولين ما عدا هذا السنتر. السنتر اسمه ستايتي سنتر، از جلوكوز انسولين اندبندنت. فبالتالي في حالات الدايابيتس مفيش جلوكوز هيدخل للستايتي سنتر عشان يحسسه انك شبعان، فبالتالي قاعد تاكل ومفيش انهيبيشن، فيحصل بوليفيجيا. تاني يبقى بوليفيجيا في اكسسيف هانجر اور انكريز ابيتايت. السبب الرئيسي والدوزر از هايبر جلايسيميا، يت جلوكوز كان في انتر ذا هايبوثالاميك ستايتي سنتر اللي هو مركز الشبع في الهايبوثالاموس، لانه ايه انسولين ديبندنت. وضحت الصوره يا جماعه؟ اظهر ده بالاضافه للكومبليكيشنز اللي انتوا هتدرسوها ان ديتيل كباثولوجي. الديهايدريشن وعارفين سببها ايه؟ اكيد ديهايدريشن. واحد عنده ايه؟ بوليوريا، صح؟ ما هو هيشرب وقاعد الحكايه ايه؟ انلت اند اوتلت بالانس، صح؟ صوديوم اند بوتاسيوم ديبليشن، نيوروباثي، بريفال سيركولاتوري ايه؟ بريفال سيركولاتوري فيلير. وادي رسمه بسيطه جدا توريك الباثوجينيك بتاعه الدايابيتس ميليتس. هايبر جلايسيميا تدي جلوكوزيوريا زي ما واضح، الجلوكوزيا ادتك بوليوريا والافكت بتاعتها سواء ديهايدريشن او لوس اوف الكترولايت، والناحيه الثانيه لوس اوف كالوريز والافكت بتاعتها. تو سمرايز، النهارده اتكلمنا على اول حاجه انترودكشن للجلوكوز ميتابوليزم. المحاضره مهمه جدا، جلوكوز هوميوستاسيس او جلوكوز ميتابوليزم او اندوكراين فانكشن اوف ذا بنكرياس او هرمونال كنترول اوف بلاد جلوكوز ليفل. اتكلمنا على البنكرياس، مهم جدا الكلمات الجديده يا جماعه اللي هي النقط الجديده، الهرمونات الجديده اللي هي الابسلين سيل تطلع لك ايه، الدي 1 سيل تطلع لك ايه، حاجات الابديت. بعد كده مسكنا الجلوكوز، مهم حاجه الجلوكاجون والانسولين. اتكلمنا على الاكشن بتاع كل واحد والريجوليشن، واتكلمنا على الابديتد اللي هو الاميلين والجريلين. واخيرا خدنا نبذه مختصره عن السيرتن ديسوردر زي الانسولينوما والايه الدايابيتس ميليتس. الامور واضحه ولا صعبه يا جماعه؟ توفيق ان شاء الله.